صباح الخير مشاهدينا. صار معنا المرشح عن المقعد الكاثوليكي في قضاء المتن ريمان جيم، اللي أنا اليوم أخذ المحلة وأخذ كرستها وأخذ الميكرو تبعها، وهي اليوم قاعدة بمحل الضيفة. منا معودة هلا بالضيف ضيف. أيوة، منك معودة ريما تقعدي منك معودة تقعدي على كرسي الضيفة أو الضيف عندك باستوديو تبعك؟ هاي أول مرة رح تكوني معودة أو رح تتعودي على كرسي النيابة، أو كمان رح تحسي حالها رح تحسيها مبهبط عليك أو أنت مبهبط عليها؟ أنا أهم منها. مشان هيك السؤال، طالما أنت أهم منها وطالما عندك أنت كل يوم الصبح كنت تطلعي، صار لك على القليلة قدي 25 سنة، صار لك 25 سنة تقريبا، ربع قرن تطلعي بمحبة، تطلعي العالم ترفقيهم بصباحاتهم، وتش بتصيري تعني لهم أكتر وأكتر، يعني أنت وولادهم قاعدين ورا رايحين على المدرسة وأنت بالراديو، معناته عندهم باوند إيموشنال هن وياك. طب شو صار لك، يعني شو صاير لك تتخلي عن هذا الباوند؟ رح تعملي خصوم، عم تشغلي سياسي، رح تعملي خصوم، رح تعمل ناس، رح تعمل انتقاد، رح تعمل منتقدين، ورح تعمل محبين، بس رح تقسم الجمهور حواليك. انت كنت جامعة، ليه من جامعة الى قاسمة؟ هشام، لانه اول شيء ما رح وقف، يعني اذا صرت بالمجلس ما رح وقف. هو بحق لك عادي، عادي، بالعكس بيكون كمان سابقة، يعني بيكون انه بتضلك مع الناس، يعني ما بعرف اللي بيوقفوا شغل، يعني انه هيدا شغل كمان. وعادة البس اللي بيشتغل اعلام بيوقف شغل، بس مثلا حكيم بكفي حكيم، المحامي بكفي محامي، بس ما بعرف ليش لانه على تواصل مع الناس بيعتبروا انه يمكن لازم يوقف حكي. قليلي ايه، انا بحب كمل حكي، كمل اسمع صوت الناس، لانه بالاخر هيدي التجربة اللي عملتها حلو وظفها بشي مطرح. يعني انت لما بتكون على تماس مع الناس يوميا حلو تكمل، مش بس تسمع صوتهم، توصل صوتهم. يعني انا ولا مرة رح صير مثلهم، رح صير بعيدة ورح صير ماشي بموكب مثلا، او رح صير يعني مثل هالمجموعة.